السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل متابعيني على قناه نتنج اند هاند كرافت. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض الوحده الجميله دي اللي كلكم طلبتوها مني لما نزلت الفيديو القصير. زي ما شايفين كده الوحده جميله ومميزه والوانها حلوه وتقلها حلو، تصلح لاشغال كتيره. وحواليكم دلوقتي ازاي نشتغلها، وعايزه اقول لكم ان انا شغلها كلها ببواقي الخيوط. عايزه اوريكم بس ابعادها، هي تقريبا طلعت 16 سنتي في 16 سنتي. دايما شايفين كده دي مقاساتها، وحدة كبيرة وحلوة، تنفع خددية، تنفع وحدة بطانية جميلة ممتازة، تنفع كفر لأنتري. غرزة جميلة واستخداماتها كثيرة وشكلها حلو جدا. وعايزة اقول لكم اهم من ده كله ان انا اشتغلتها ببواقي الخيوط. زي ما انتم شايفين كده دي بواقي خيوط عندي، انا استغلتها في عمل مشروع حلو استفيد منه بالخيوط اللي عندي، وفي نفس الوقت اطلع منه عمل جميل زي ما انتم شايفين كده. اوريكم بقى كده ازاي، اوريكم تركيب الوحده بتاعتنا. كل تقريبا كل سطر غير التاني، احنا بنشتغل كل سطر على حده وبالوان مختلفه. هوريكم بنحتاج ايه، بنحتاج ابره رقم 4 وكمان الصوفه اكيد للتنظيف، ومزورة عشان نقيس بيها مقاسات مش بنحتاجها طول الوقت. يعني عايز اقول لكم ان الوحدة اللي انا اشتغلتها دي انا اشتغلتها بابرة 3.5، لكن انا هشتغل معاكم الوحدة التانية بمقاس 4، وهوريكم ازاي في فرق ما بين، رغم ان هي نفس الخيوط كلها هي هي، بس اعتقد ان هيطلع في فرق في المقاس لان انا كبرت الابرة شوية. بصوا انا طولت هنا الفتلة معايا. هنبدأ بقى على طول نشتغل 4-5 غرز سلسلة، ناخد 5 سلسلة ونقفل بمنزلقة. نقفل في اول غرزة بمنزلقة، وزي ما لاحظين كده انا سايبة طرف الخيط طويل معايا، وحوريكم دلوقتي انا سايبة طرف الخيط طويل ليه. نرتفع 2 سلسلة ونبدأ ناخد لفة ونشتغل جوه الدايرة 16 عمود بلفة. هنعتبر الارتفاع 3 سلسلة دول اول عمود فيهم، هنشتغل عليهم 15 عمود، كده يبقى معانا 16 عمود بلفة. تمام كده، طبعا غرز العمود بلفة معروفة مش محتاجين شرحها، لو حابين هنزلها لكم في صندوق الوصف، احنا اشتغلناها مع بعض قبل كده. شايفين 1 2 3 4 5 6 7، انا هكمل 16 غرزة وارجع لكم. كده معايا 16 غرزة، نقفل في اول غرزة ارتفاع عملناها، نقفل بمنزلقة ونرتفع تاني 3 سلسلة، 1 2 3. هنقف بس، لا كمان هنزود واحدة عشان احنا هنسيب ما بين كل عمود وعمود سلسلة، يبقى دي اول سلسلة ما بين الاتنين عمود. كده دلوقتي اشتغلنا اول عمود وبعدين ناخد سلسلة وبعدين نرجع نشتغل تاني عمود. هنشتغل فوق كل عمود عمود وما بينهم سلسلة. تمام كده، يبقى نشتغل فوق كل عمود عمود وما بينهم سلسلة. العمود وادي السلسلة، عمود بلفة طبعا. انا هكمل كل الوحدة وارجع لكم. كده انا خلصت 16 عمود بتاعي، هياخد اخر سلسله وهندخل في ثالث غرزه ارتفاع، لان احنا سايبين غرزه ما بينهم. خد بالكم احنا بندخل في ثالث غرزه ارتفاع ونقفل بمنزلقه، وكده بنكتفي باللون دوت وبنقص الخيط بتاعنا. شايفين يعني هي بتاخد حبات صغيره من كل لون وبنركبهم مع بعض بطريقه حلوه. ممكن نعملهم بنفس اللون ونركب الالوان بالطريقه اللي تريحنا بحسب الخيوط المتوفره عندنا. زي ما انتم شايفين كده، عايزه اوريكم بقى انا لسه الطرف ده طويل عشان انا عايزه اقفل الدايره دي على الاخر. بصوا كده انا هنا كانت الدايره نفس الدايره دي، بعد ما خلصت سحبتها على الاخر وقفلتها بالشكل الجميل ده، فانا هسحبها على الاخر وبعدين هبدا اخفيها جوه الغرز بابره رفيعه شويه، ممكن بإبرة تنظيف يعني، بس انا بستسهل بما ان الخيط تخين شوية معايا، فانا ممكن اشتغله بإبرة رفيعة بيبقى اسهل بكتير يعني.
نبدأ الآن نسحب الخيط بتاعنا ونقفله كويس جدا بالشكل ده. أنا هقفله كله وارجع لكم كده. أنا خلاص قفلته على الآخر، لفيت كذا دور، أرجع بقى بالمقص بتاعي وأشيل الطرف الخيط. طول ما احنا بننظف الشغل وطول ما احنا شغالين، بعد كده مش بنحتاج نعيد عليه تاني ولا يتعبنا في شغله. دلوقتي بقى هنبدأ نشتغل اللون الأخضر الزيتي. زي ما انتم شايفين كده انا اشتغلت فيهم غرزة بف، كل غرزة عبارة عن 5 عمود بلفة. انتوا عارفين غرز البف بنشتغلها مش بنكملها. انا مش هبدأ من النص، انا هبدأ من مكان بعيد عن طرف الخيط، مش هتفرق معايا. وهبدأ اخفي الخيوط تحت الغرز. اول حاجة بنثبت اول غرزة، وبعدين نرتفع ناخد لفة ونرتفع، ناخد لفة ونرتفع، وما ننساش ان احنا نخفي الخيط بتاعنا. هنشتغل مع بعض 5 غرز عمود بلفة مش مقفولين، ونقفلهم مع بعض. دي هي غرزة البف. نرجع نقفل بسلسلة ونرتفع 3، نرجع بقى نشتغل تاني نفس الكلام. نشتغل جوه الفراغ اللي بعده 5 عمود بلفة. هي غرزة البف بتاعتنا عبارة عن 5 عمود بلفة غير مكتملين، يعني مجرد ان احنا بناخد اللفة وننزل ونعمل فراغ شوية مقاس الغرزة، وبعد كده نسحب بمنزلقة ونشتغل 3 سلسلة. طول ما احنا شغالين طبعا بنخفي طرف الخيط تحت عشان بعد كده ما يتعبناش في التنظيف. تمام كده. هوريكوا بقى احنا وصلنا لحد طرف الخيط التاني، برضو هنخفي الطرفين مع بعض بنفس الطريقة. اربعة خمسة. الغرزة اللي احنا شغالينها دي اسمها غرزة البف. احنا اشتغلنا اول دور عمود بلفة، تاني دور عمود بلفة ما بينهم سلسلة، تالت دور اشتغلنا غرزة البف ما بينهم 3 سلسلة. شايفين دلوقتي بقى هبدأ اخفي طرفين الخيط مع بعض. وما نقلقش ابدا، غرزة البف عبارة عن 5 غرز، بالتالي اي شغل تحتها اي خيوط تحتها. 2 3 4 5. نقفل بقى كله مع بعض بمنزلقة ونرتفع 3 سلسلة. شايفين طبعا في غرزة البف لازم نسحب الخيط كده وناخد ليه مسافة ارتفاع الغرزة العادية، العمود العادي يكون بس الخيط شادد معانا. وما 2 3. انا هكمل بقية الدايرة بتاعتي وارجع لكم بعد ما اكون عملت 16 غرزة بف. كده خلصنا ونقفل في اول غرزة بف، نقفل منزلقة. تمام كده. كده خلصنا شغل الخيط الاخضر، نقصه. شايفين جمال الغرز بتاعتنا. انا هنا اشتغلت 16 غرزة، تعالوا نعدهم مع بعض كده. تمام كده طلع معايا 16 غرز مظبوط. طول ما احنا شغالين بحب دايما ااكد على عدد الغرز بتاعتي انها طالعه مظبوطه زي العدد الاساسي. دلوقتي بقى عايزه اوريكم احنا هنشتغل ايه. احنا هنشتغل غرزتين حشو، وبعدين نرتفع بغرزه بيكو، وبعدين نقفلها تاني ونشتغل تاني كمان غرزتين حشو. يعني في كل فراغ اللي احنا اشتغلنا فيه 3 سلسلة هنشتغل فيه 4 غرزة حشو وما بينهم غرزه بيكو. يبقى اول حاجه هنعملها نشتغل غرزه حشو. 1، دي اول غرزه. 2، وبعدين نرتفع 4 سلسلة، وهنقفل في نفس المكان. هنقفل جوه غرزة الحشو، وبعدين نرجع نشتغل كمان 2 غرزة حشو. شايفين عملت معايا ازاي؟ عملت معايا جزء مرتفع بارز كده غير غرز الحشو.
هننتقل على طول للغرزة اللي بعديها ونشتغل فيها برضو غرز حشو من غير ما ناخد سلسلة ولا اي حاجة. نرتفع بأربعة سلسلة عشان نعمل غرزة البيكو، ونقفل في نفس غرزة الحشو ومنزلقة، ونرجع نشتغل اتنين غرزة حشو. واحدة سهلة وجميلة وممتعة طول ما انت بتشتغليها، لان كل غرزة فيها مختلفة فبتديكي احساس بالالوان والشغل رائع. يعني زي ما انتوا شايفين كده، دي العينة اللي احنا اشتغلناها. نرتفع اربعة سلسلة، نقفل في غرزة الحشو بمنزلقة، بعدين نشتغل اتنين غرزة حشو. هنكمل كل الغرز بنفس الشكل ده. عايزة اوريكو ان الغرز دي احنا بنعملها بارزة كده عشان هي في الاخر بتدينا كده تقسيمة حلوة في وسط الشغل. شايفين ان الغرز بيكو بعد ما نخلص لو من ظهر الشغل مش بتبان خالص، بتبقى بارزة، بس بارزة من الوجه مش من الخلف، والشغل بيبقى شكله جميل جدا. وحدة مميزة وممتازة. يعني عايزة اقول لكم ان هي تقيلة جدا، تنفع قوي بطانية، تنفع كفر لانتريه، حاجة يعني تنفع للبف، نقفل بيها البف شكلها حلو جدا. يعني كده انا خلصت، هاجي بقى في اخر غرزة واقفل بمنزلقة، واخد طرف الخيط واقطعه ونتخلص منه طبعا عشان مش محتاجينه تاني. المرة دي بقى مش هخفي الخيط تحت الشغل عشان احنا مش هنداري الشغل، انا هخفيه جوه الغرز. هوريكو هخفيه ازاي. الاول عايزة اوريكو فرق استخدام الابرة. بصوا انا اشتغلت الاولاني بابرة 3.5 الدار الاولانية، واشتغلت التانية بابرة 4. شايفين فرق الابرة؟ دي ابرة 3.5 توليب، ودي برضو شبهها برضو ابرة 3.5 توليب، بس الابرة التانية 4، الابرة السودة مقاس 4. فرق المقاس دوت، شايفين دي 3.5 ودي 4، فرق المقاس دوت عمل معايا فرق في، رغم ان هي نفس الخيوط لكن عمل معايا فرق في الشغل. طبعا نوع الخيط بيفرق في المقاس، ومقاس الابرة بيفرق في مقاس الشغل. تعالوا بقى كده نرجع نخفي بقى الخيوط بتاعتنا دي. طرف الخيط هنا بنخفيه لان الغرزة اللي بعد كده مش هتتبنى على الغرز دي، فمش هقدر يخفيه، هيبقى شكله مش حلو. لازم نخفيه جوه الشغل بابرة تنظيف، بابرة صغيرة مقاس اصغر شوية زي ما انتوا شايفين كده، بالطريقة اللي تريحك. المهم نخفي اول باول عشان بعد كده القصائص الخيوط دي ما تضايقناش وما تتعبناش واحنا بنشتغل. انا هخفيها كلها على قد ما اقدر، وفي الاخر اقص طرف الخيط. زي ما انتوا شايفين دي نهاية الشغل بتاعنا. اتمنى ان الجزء الاولاني يكون عجبكم، وان انتوا تتابعوا معايا في القناة، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوناش تدعمونا باللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.